شاركت في فعاليات رسمية وطلابية، وافتتح معرض رسمي للرسم في صالة المعارض بكلية طب الأسنان في حماة، تعبيرا عن عودة الحياة والإرادة وصمود الجيش العربي السوري. نرى مواهب لشباب في كلية طب الأسنان. أنا الحقيقة كنت سعيد جدا بهذه المواهب، كنت أعتقد أنهم انخرطوا فقط في العلم، لكن هناك خامات شبابية رائعة قدمت رؤية طيبة عن 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 أحوالهم، قدمت رؤية عن الوطن، أننا نحن نعيش الوطن بسلام وأمان، وهناك لوحات أسعدتني جدا أنهم يفكرون بالمستقبل، المستقبل الزاهر لهذا الوطن. ضم المعرض أكثر من 50 عملا فنيا لطلاب كلية الطب الأسنان في حماة، وتنوعت المواضيع بين الفنية والثقافية والإنسانية والشعبية، وعبر المشاركون عن أمنياتهم بأن يعود الأمن لكل الأرض السورية. شاركت أنا هون 3 لوحات قلم الرصاص كله مشتغلتون، هنون عبارة ضمن المدرسة الواقعية، يعني كله تجسيد، هون تجسيد للأنثى والماء، يعني أنا رابطة بين الأنثى والماء، يعني معتبرتهم هنون 2 صلب الحياة. هون في شيء من المناجاة والنجدة، يعني تجسيد لواقع البلد أو لواقع الأنثى، تنأخذ بالطرفين، وهي لوحة واقعية تماماً، يعني هي شخصية. هاي رسمتي بتعبر عن الأنثى، استخدم رسمت فيها المدرسة الواقعية الانطباعية، طبعاً دخلت هون الوجه كان برصاص، الخلفية كانت فحم، دمجت بين رصاص وفحم، أما الزخرفة هون فاستخدمت فيها الحبر وحواليها فحم، يعني دمجت ثلاث تقنيات سوا. هاي اللوحة بتعبر عن رجل فلسطيني حقيقي من غزة، أضفت له الكوفية رمز الفلسطيني، وطبعا أكيد يعني هون نحن نتطرق للقضية الفلسطينية للشعب الفلسطيني الصامد، أكيد كمان للشعبنا السوري الصامد كمان، وخاصة في الأراضي الجولان، وأكيد نحن دائما نتمسك من خلال هاي اللوحات بهاي القضايا، لأنه يعني هي بالنهاية منبرنا ورسالتنا لكل العالم. شاركت بهالمعرض بثلاث لوحات من لوحاتي، غالب عليهم الترتيب الانطباعي، تحكي يعني فنية ثقافية يعني إنسانية. المعرض كان بمثابة منبر إنسانية فنية وفكرية، واستكمال حقيقي لصقل الطلاب فنيا وعلميا واجتماعيا.